ودمع خوي اللي جانا هذيك اليوم بالليلة العمانية. قلت طب سمعنا صوتك يا. هو يجيب شيلة فهد الشهراني. هات يا بصوتك. اللهم صل على سيدنا محمد. اي بالله ويفوتوني يقولون عد دوري يلا ويجي دوري يفوت، ما اعرف من اللي قابلوني، ما اعرف سامي رجعوني من هو. شكليا انا فريق هو اللي مقابلني سامي ابو يارا. تسمع باسمه ولا تعرف شكله؟ اي بس ما اعرف شكله وقعدت. وقدام انا حلو ما ادري وين وانا اقوم اهبش بالحلو اللي قدامي هذا، حاطينهم منظر برستيج بس انا شايف؟ اي بالله وخلص المقابله وارجع. والشباب اللي برا مين قابلك؟ قلت والله ما اعرفهم اللي قابلوني. يا رجال انا كني اياك، انا جيت وارسلت فيديو استغفر الله، رحت بصور فيديو ويكلمني واحد من العيال شرواك طبعا اللي هو خالد العميس. نعم طبعا هو كانوا من زد رصيدك ستة. كلمني وكذا قال تعال عشان تصور فيديو كذا في الرياض وارسل وجرب حظك يمكن. قلت ليه لا، والله واروح انا واحد من اعز اخوياي. واجهتها انت معي مره عبد الله سيد السنهاني. نعم الله يذكره بخير استاهل. عبد الله علومك قال طيب، طبعا عبد الله هذا اخوي يعني مره اكثر من الاخ. الله يديم الموده. امين. وينك يا عبد الله؟ قال موجود. قلت انا امشي الرياض صد رد يوم نصور نرجع. قلت لا توكلنا والله ونروح نمشي المغرب ونيجي نوصل هنا مدري 11 12 ونصور نخلص من التصوير ونرجع. شوف الصرف على طول نرجع. اي والله دقوا علي عقبه دق اول واحد دق علي احمد باقطيع. والله دق علي وانا مرتج مكوع برموال. انت ليتك ليتك تدري سوى مع طلال. دق على طلال الوادي. سولف لي طلال. قال له ضف وجهك طلال. ايه قال انت تصوّر علي. ايه قال انت ضف وجهك انا ما فاضي لعبك سكر. يحسب طلال يقول طلال انا افكر العيال في استراحه. ايه فكر الخيال شو مقلب. ابني انا وقناع. تعال. قال اقول ضف وجهك. يقول اسكر، يقول ابحث النمبر بوك لا احمد ذاك طيام بدايه. فكر واحد بخلاف وسوي ابو مقلب وطلع. ايه اخ الدنيا تركض. قول تركض. تركض سبحان الله. سريع سريع. يلا سريع. بس هذه مرحلة حلوة ترى يتذكرها الواحد في حياته، انه جلس هنا 90 يوم ولا جلس 80 يوم ولا 10 ايام ولا وطلع وهو ما خسر احد. اي والله ولا طلعت منه الكلمة يعني شينة. ممكن يجي بعض الضغط وبعض الاغلاط يعني اللي ما تذكر هذه شيء طبيعي. شيء طبيعي يعني اخواننا بيت انت انا كم يوم انت عايش يعني 12 ساعة وانت تصور اخوانك بالبيت الواحد الا ما يصير بينك وبينهم صح ولا لا؟ هذا كلام. لكن هذا انجاز طبعا. انجاز يعني انجاز والحمد لله شباب الله كلهم ونعم بدون قصور فيهم. لكن ما في احد كامل يعني حتى انا اتكلم كمحمد فلاح انا ماني بكامل يعني عندي اغلاط وعندي انا خطا. نفس المسألة اللي جابت انا خطا يوم اطلب انسان كامل. الله كل ما تذكر سيرتي بالعلاقات ما حد اندملني بالوفا كنت دائما الانعزال يكبر ويصنع الذات والراحه انك تنعزل ما تعامل. الله. والاحتكاك يشوه احلى البدايات والاختصار راحه البال عامل. كثره صداقاتي وكثره خسارات لو اعرف هالشيء ما كنت ازامل. قصيده لي قديمه. الله هذه حلوه وين هذي؟ قلتها كم مره. هذه حلوه. من القصايد القدام. شوف المكسب والله انا انك تطلع ها قبل الشبان يقول لك ازرع لك بكل بلد. بيت حضرتك شلون تزرع لك بكل بلد بيت؟ انه يكون لو رحت مثلا صديق. على الدمام القى مثلا محمد فلاح بن عمره، لو رحت على الرياض اجي القى محمد شايع، القى سلطان نهيان، القى اخوه تلقى، لو رحت للامارات تلقى هزاع. هذا انت تحافظ على الاخوه يعني. مكسب. اي نعم المكسب انك تحافظ على اخوياك وتحافظ. والله مكسب. والله اتذكر يجوز بي 20 ب 15 ايام 15 20 زد رصيدك. ايه اقول اخوان متى هو جاي يوم 65 اللي تقول قطعت نص البرنامج وخلص. مرت يا رجل سبحان الله. مرت شوف اليوم 91. مرت مرور الكرام. اليوم 91 وكم؟ والله ما ادري كم اليوم. 91 92
تمشي على طول يا بلال؟ لا لا. كم تجلس؟ والله إن شاء الله في نية استقرار بالرياض. والله يشرفنا والله يا بلال. الله يطول بعمرك. ودنا نكون أخوان. أخوان. سولف على العيال. قلت حنا يبين لنا بعد الحفل أسبوع راحة على الأقل. أكيد. يعني راحة راحة فعلية يعني. طبعاً. تريح تجلس مع أهل كل واحد وي. خالد أخوك جاء هنا؟ لا لا خالد أخوي بالجيش ضابط. ما جاء هنا؟ لا. سلمني عليه تك. يصل يصل. سلام ورد. يصل يا أبو فرح. شلون أمور شايب؟ والله ما عليه. زين. إي والله أموره بشرك طيب. اشتقت له يا أخوي. لبطيت منه. إي والله أنا أشفق على أشوف. وهو سفرياته واجد يروح ويجي. يطول عمره عمر الشباب آمين كله. آمين. حالات تخص ان الرجل اذا مجرد يتعدى 18 ويتعدى 20 ينضج عقله. انا اشوف ان الروحات والجيات انها مفيده بشكل ما تخيل. السفر اكيد السفر يعلم. ما يسافر الرجال يروح ويجي السفر يعلم ويتحرك حتى يجيه الرزق ويجيه الخير ويعين يشتغل هنا وهنا. صحيح صحيح. بعض الناس يجلس حياته كلها ما يتعدى محله. يذبح نفسه. والله يذبح نفسه بقعده ترى ما تصلح. ابدا. ما تصلح ابدا. انت اليوم رحت مع جابر الصبح؟ اي والله رحت مع جبور اليوم والله اني حزنت عليه والله. الحمد لله وضعه احسن. انا لا الوضع انا شكيت بالجبيره الاولى. لا لا الجبيره اوكي بس جابر الله يهديه. الجبيره الاولى مو اوكي ولا يمكن تكون اوكي. قبل شوي يقول لي التجبير الاولى. لا هو جابر حرك يده بس. حرك يده. بالغلط هم يجبرونه. اي حرك يده بالغلط لا ما كانت قاسيه. ايه كانت لينه وانقست وثبتت ثبتت وهي مايله. ايه يرحمك الله. يجزيكم اصحابكم. ف رحنا اليوم والله رحنا ما شاء الله تبارك الله رحنا مستشفى الامير محمد بن عبد العزيز اذا ما خاب ظني مستشفى حكومي يعني في المملكه هنا مستشفى كبير. والله واجهنا كادر طبي انك تفخر لما انك تشوف ان هذا الكادر موجود في بلدك. يا سلام. تعرف اللي تحس بالفخر؟ يا سلام. شيء 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 يعني ناس ابتسامه خلق ادب استقبال مصيبتك وش كبرها؟ يبينون لك انك انت موضوعك سهل. موضوعك سهل جدا. صحيح. فهذا جميل ترى حتى المريض اذا جاك المريض يبغى اللي يواسيه ترى العلاج نص العلاج هو نفسي. العلاج النفسي. نفسي. بعضهم اذا جاء قال اوب شيء قال اوب هذا رايح فيها هذا في دكاتره استغفر الله فاتوا عليهم مرضى وحالاتهم بخطره الله يكفينا الشر. اه كيف الفحوصات؟ قال والله معك سرطان روح تعالج. ابو محمد هذا يذبح. شو ابو محمد؟ طيب مريض هذا قدامك يا اخي حرام ما يصير والله هذه مصيبه. وظيفه الممرضين اكثر وظيفه انسانيه سبحان الله. الممرضين الممرضين لهم اجر والله العظيم اني صادق لها مجر وغير عن عملهم اللي هم طبعا رواتبهم مرتباتهم اللي يستاهلونه الا انه شوف يوم يتعامل ببلين يا اخي انت بحاجه يوم تجي مريض بحاجه واحد يهدي امورك ما بيزيد المرض عليك. صح. بجيك ابو ماضي بجيب لي منديل. خذ راحتك من هنا بس دقائق. هنا يا خلاي ذهب يا قات إذا المغتيري رزبها ليذو المغتيري
هل عمري ما يضمن من الموج وقبري ما يسعدنيني هل قبري ما يسعدنيني يا شوق حبان قبل لا موت قبل تبدل على غيري قبل تبدل على غيري هل عمري ما يضمن من الموت هل قبر ما يسعدنيني هل قبر ما يسعدنيني فانا يا خلي ذهب يا قوت رزب حالي بالمغى تيري رزب حالي بالمغى تيري يا شوق حبان قبل لا موت قبل تبدل على غيري قبل تبدل على غيري العمر ما يضمن من الموت والقبر ما يسعدنيني يا شوق حبان قبل لا موت قبل تبدل على غيري ثنايا خلي ذهب يا قوت رز بحليب المصاغيري تعال جاي قضيت عليك دار ولا عينت لزومي بعد لا والله ما ايوه وش العلوم يا ابو مهدي؟ والله العلوم اليوم بطحت ابن عمرهان. ليه؟ يفكرني اني مالي طول ويفكر انه يبطحني. وانا اجي لك يا ابو فلاح. هيه. وننزل على الميدان انا وياه. هنا. ومننا ومنهم. مطارعة. ومننا ومنهم. ها. ودشنت صلعته في هذا المكان. بس ظل يا حبيبي يجيبوا لنا كيكه من ابو راشد والله عن نفسي تمام متاثر 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 والله ابو راشد وهذه الحياه يا سنه الحياه يا الله كانت القريه ما ظل فيها الا انا وانت هذولي وينهم يذكرون هذولي اه والله الشباب مشغولين يا ولد تدشينات و اي والله عندهم تدشينات تعب والله يا الابيات اللي طلبهن طلبوهن لش اسمه طلبوها ويش؟ للأوبريت ايه عارف شو المشكلة بيطلب منك أبيات أبو فلاح؟ وش؟ مشكلة أن تلتزم بوقت ايه يعني تنطلب مثلا أبيات يقول لك مطلوبات منك الأسبوع هذا اي والله مشكلة مرات أنت الواحد تقعد شهر شهرين ما تكتب قصيدة لأن مزاجك القصيدة ما هي جاية على راسك يعني أصب احنا ناس ما تصنع القصيدة ما نصنع القصيدة صنعها لازم يجي له وقت وبنفس الوقت يوم تنجبر بحفل بمناسبة معينة ودك تكتب القصيدة مو دك تكتب أي شيء القصيدة هو 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 أنت يعني مو دك تكتب أي شيء يا أخي لأنه هذه مرجوعة عليك هذه مرجوعة عليك بعد 10 سنين بعد 5 سنين الناس تقول مين قال الأبيات هذه صح لأن مرتبطة باسمك صح صح ولا لا كلام صحيح فوالله تعبنا اليومين اللي راحوا 3 4 أيام هذول اللي والله العظيم إنه تعبنا لكن الحمد لله تيسرت ان شاء الله احنا بنطلع بشيء شيء باذن الله غير باذن الله حفل حفل فخم ودنا ان الناس تحضر ان شاء الله انهم يحضرون الناس الناس تحضر الحفل انا متوقع ان شاء الله